بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة اليوم عن متى يجب أن نتوقف عن تسميد نباتاتنا، أو متى يجب أن لا نسمد نباتاتنا. بالنسبة للشتلات المنقولة حديثا أو الشتلات المزروعة بالبذرة، لا يتم تسميدها إلا بعد وصول ارتفاعها إلى 15 سنتي أو 5 إلى 6 ورقات حقيقية، والمنقولة حديثا لا يتم تسميدها قبل أسبوعين. بالنسبة للنباتات المعرضة للشمس وتربتها جافة، لا يتم تسميدها إلا بعد ريها، نصف ري بالماء العادي ثم تكملة الري بمحلول السماد. النباتات التي نشتريها حديثا لا يجب تسميدها قبل مرور شهر على شرائها، لأنها غالبا تكون مسمدة جيدا في المشتل. بالنسبة للنباتات المصابة وتحت برنامج علاجي، لا يجب إضافة التسميد إليها إلا بعد تمام تعافيها من الإصابة الموجودة بها. بالنسبة للنباتات الذابلة بسبب العطش، أيضا لا يجب تسميدها على عطش حتى لا تتأثر الجذور تأثير سلبي من الأسمدة، بل يجب أن تروى أولا وتسمد بعد ذلك. بالنسبة للنباتات الحقلية أو المكشوفة، لا يجب تسميدها أبدا وقت اشتداد الشمس، بل يتم التسميد في الصباح الباكر أو في آخر النهار قبل المغرب أو بعد العشاء، لكن لا يتم التسميد وقت الحرارة الشديدة ووقت الشمس الشديدة. عند إضافة الأسمدة الكيماوية بطيئة الذوبان على سطح التربة، يجب عدم إضافتها بالقرب من ساق النبات حتى لا يؤدي ذلك إلى أضرار للساق ويسبب تلفه. وعند تسميد نباتات الأصص بالأسمدة العضوية، يفضل عدم إضافة السماد العضوي في صورته الطبيعية، ولكن يفضل عمل محلول شاي الكمبوست المخفف منه وري النبات بمحلول شاي الكمبوست تفاديا لكثيرا من المشاكل. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من معلومة اليوم، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة ومعلومة جديدة، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.